ميني جاتو للمناسبات، خليط الكيك 1.5 كوب دقيق، 3 ارباع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 8 ملعقة صغيرة ملح، كوب سكر ناعم الحبيبات، نصف كوب زبدة لينة، 2 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، ونصف كوب من الحليب. الصلصة 2 كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة صغيرة عطر اللوز، ربع كوب حليب، قطرات من ألوان الطعام. أعزائي المشاهدين، الميني جاتو للمناسبات من الحلويات اللطيفة، فينا نستعملها لمناسبات الخطبة، لعيد ميلاد، لزواج، لحفلة شاي مرتبة شوي هيك حابين تحتفلوا بحدا. بس خلوني في الأول نشوف طريقة تقديم هذا النوع من الكيك. حنعمله بقوالب الكب كيك، قوالب الكب كيك اللي هي الميني سايز. هحط فيها قطع من كؤوس الورقية، هخلي القالب على جنب، هشغل الفرن على درجة حرارة 180 ونبتدي نجهز الكيكة ونبتدي ننخل الطحين مع البيكنج باودر. هحطهم مع بعض، هننخل الطحين، هخلي الطحين على جنب وابتدي اخفق الزبدة مع السكر. هحط الزبدة وسكر ناعم الحبيبات، مضرب الشبك وابتدي اخفق مع اضافة البيض بالتدريج على حسب ما ذكرنا هالطريقة في عدة حلقات. هبتدي اضيف البيضة، البيضة الثانية والفانيليا، واذا حبيتوا تحطوا عطر اللوز في داخل الكيكة حيبقى طعمه كتير لطيف. هضيف خليط الطحين، هضيف الحليب، ودائما الحليب نكون مطلعينه من الثلاجة قبل بوقت، البيض قبل بوقت، الزبدة قبل بوقت، كل المكونات تبقى في درجة الحرارة العادية. الخليط أصبح جاهز، نجمع كل هالمكونات مع بعض كويس. الوصفة هذه تعتبر من الوصفات الأساسية، ممكن تستعملوها لأي نوع كب كيك حابينه، وبتقدروا تحطوا بدل الحليب أي نوع من العصائر، وبتقدروا تحطوا أي إضافات زي برش الليمون أو البرتقال، الهيل، الزعفران، أي نوع من المطيبات حابين تستعملوه مع الوصفة. هبتدي هلأ أوزع هالخليط على القوالب. نملأ حوالي ثلثين القالب. الفرن عندي على درجة حرارة 180، بتاخد بالفرن من 12 ل 15 دقيقة، وبس تطلع تبرد على الآخر قبل ما أقدر أستعملها. وأنا عندي مجهزة هون نفس الحاجات اللي هي الكيكات الصغيرة، ولكن زي ما قلت لكم أنا نزعت عنها القشرة أو الورقة اللي هي الكب، فبخليها تبقى جاهزة جنبي، وأحط الكيكات على شبك وأحط تحتها الورقة، وأبتدي أجهز هلأ للصلصة اللي هنغطي فيها هالكيكات اللطيفة، ونشوف بعد هيك كيف بدنا نعمل أسلوب لطيف لأي مناسبة موجودة عنا. هحتاج صلصة السكر، وهون ما عناش عيار، أرجوكم تكونوا حريصين. أنا بحط مكونات تقريبية، بضيف هلأ ملعقة من عطر اللوز والحليب. هلأ أنا حامل صلصة بيضة، إضافة الحليب أو أي سائل عايزينه، ممكن مي، ممكن عصير. هبتدي أحرك لغاية ما أحصل على صلصة سائلة. الكثافة هذه هلأ بتبتدي تظهر معي، أقلبها بشكل لطيف بالشكل هذا، أعتقد هيك الكثافة معقولة. أبتدي أشكل الجاتو على حسب ما بدي من ألوان. أنا عندي هون ألوان طعام، هبتدي أخذ قليل من هالخليط وأبتدي أوزعه شوي شوي على القطعة. خلوا بالكم هذا الشغل كتير حساس، أنا بدي أحاول بس أوزع طبقة خفيفة فقط، بمسك القطعة في من أعلى ومن أسفل، يعني ما بنحط على وشها عشان أتحكم في تغطية الجوانب تماما. بعد هيك هحطها على الشبك وأخذ تاني من الصلصة، أروح هلأ مغطيها على الوش بالطريقة هاي، هيك بتأكد إنها كلها اتغطت. وطبعا بقية الصوص هذا كله حيان تساقط على قطعة الورق، بقدر بمسحه بسباتيولا تاني وأرجع تاني أوزعه بنفس الطريقة. أي تصميم حبيتوا تعملوه
بألوان الطعام، تقدروا تعملوا تصاميم مختلفة زي ما بتحبوا حسب طبعا زي ما بنقول المناسبة اللي موجودة عندكم. جاتوهات لطيفة لذيذة طعمها كتير طيب، وبتقدروا تستفيدوا منها لأي مناسبة. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.